هذا واكدت معالي الشيخه هيا بنت راشد الخليفه رئيس مجلس امناء غرفه البحرين لتسويه المنازعات والرئيس الاسبق للجمعيه العامه للامم المتحده اكدت ان مملكه البحرين استطاعت عبر نشاطها الدبلوماسي المتزن كسب ثقه العالم في المحافل الدوليه كما تعلمين البحرين ترأست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان ذلك نجاحا باهرا للدبلوماسية البحرينية يعني آه هذا المنصب في البداية يعني يكون في آه عدد من الدول مرشحة حق تتولى هذا المنصب لكن بفضل يعني نشاط الدبلوماسية البحرينية وبفضل الثقة العالمية في البحرين حصلت البحرين على هذا المركز كذلك نجد أن دور البحرين دور مهم جدا في منظمة اليونسكو تبع الامم المتحده وكذلك في عدد من المنظمات والمؤسسات الدوليه كل ذلك يرجع الى الدبلوماسيه البحرينيه وعملها الدؤوب والمستمر من اجل ان يكون مركز البحرين يعني محترم وموثوق فيه من كل دول العالم. كما اكدت معالي الشيخه هي بنت راشد الخليفه ان المراه البحرينيه كان لها ايضا دور في العمل الدبلوماسي في مملكه البحرين كشريك فاعل في هذا المجال الهام حيث اشارت الى ان دعم جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدور المراه كان له اكبر الاثر في ان تتبوا مناصب عاليه في المجال الدبلوماسي البحرين الآن تسير بخطوات ثابتة نحو تمكين المرأة في مجال العمل الدبلوماسي، وذلك بفضل دعم وثقة جلالة الملك منذ البداية بالمرأة البحرينية فكما نعرف المرأة وصلت إلى منصب السفير وهناك عدد من السفيرات المقتدرات البحرينيات في الخارج كما ان المراه يعني مثلت البحرين في عديد من المحافل الدوليه وعلى راسها الامم المتحده وكذلك منظمه اليونسكو وهذا يعطي مؤشر يعني عالمي الى ان البحرين تسير نحو الاحترام حقوق الانسان باعتبار ان المراه والرجل يعني يعني متساوين في البحرين وبالنسبه للوظائف الدبلوماسيه